ثم إن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنا أسوة حسنة في صحابته رضي الله عنهم. وأقرأ إليكم وأملي حديثا عن كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا. ويصفهم واحد من كبارهم، يصفهم واحد من كبارهم، كبار الصحابة رضي الله عنهم، كيوصلنا كيف كانوا الصحابة، وكيوصلنا كيف كانوا التابعين، لأنه شاف الصحابة وشاف التابعين. فإحنا نتصنتوا لماذا؟ باش نحفظوا هذا الحديث ياك؟ لا ماشي باش نحفظوه، باش نعملوا به ياك، باش نعملوا بحالهم. بالأمس كنا نتحدث عن أم الدرداء رضي الله عنها، وهنالك أم الدرداء شخصان، إحداهما تسمى أم الدرداء الكبرى، واسمها هذا كنيتها أم الدرداء، ولقبها واسمها الشخصي خيرة، هذه كتسمى أم الدرداء الكبرى. وكاين أم الدرداء الصغرى واسمها جهيمة، هجيمة هجيمة، وقيل جهيمة هجيمة، كانت من اليمن. كنا كنقراو على هذه الصحابية هذه التابعية، لأن التابعية كانت الشهرة ديالها أكثر من الأولى. أم الدرداء الصحابية، صحابية جليلة ومحبوبة وعلى ما نقولوا، ولكن الأخرى كانت عالمة وعابدة وتقية وباقيها ومعلمة، كان فيها من الخير شيء كثير جدا. وكانت النساء يأتينا إليها لكي يتعلمنا عندها، فيقومن الليلة حتى تنتفخ أقدامهن، كيقوموا الليل وماشي انتم الأخوات في مجلس جماعة العلم الإسلامي والإخوان، النساء مع السيدة هجيمة في دمشق كيقوموا الليل حتى تتورم أقدامهن. هكذا كانوا الصحابة، وهكذا كانوا الصحابيات، وهكذا كانوا التابعين. كيف نقلدوهم؟ نسمعوا لسيدنا الإمام علي، إنه هو اللي كيوصف. يقول الإمام علي رضي الله عنه كما أخرج الحديث صاحب حلة الأولياء أبو نعيم، ياك يقول أبو نعيم رضي الله عنه يروي عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يصف الصحابة قال: كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل، كانوا لقبول العالم العمل، أو لنقول لقبولي، شو ظهر لكم هسي؟ قبول ولا قبول؟ قبول ولا قبول؟ إيوا ماين الراديو أنا كنسمعهم دائما كيقولوا قبول، ما تصنتوش ما تعلموش اللغة العربية من هاد الوسائل الإعلام الفاسدة المفسدة، الجرائد والمجلات والهم. كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل. معنى هذا أننا غادي نمشي نقوم الليل، أو اليوم أو غدا بعد غدا وشهر وشهرين وعام وعامين، ولكن ما عرفتش واش الله يقبل مني هذا الشيء ولا لا، ما عرفتش. فأنا نبغي الله تعالى يقبل مني هذا العمل، قيام الليل مزيان، نبغي الله تعالى يقبل مني هذا العمل، نصلي الصلاة في وقتها في المسجد ومع الجماعة، نبغي الله تعالى يتقبلني. ولكن أشنو هو شرط القبول؟ إيوا شو كل اللي يقول لي منكم راه كاين في القرآن، وقولوا قل إنما يتقبل الله من المتقين. إذن إنما يتقبل، إنما معنى إنما يتقبل، إنما شكون يقول لي أنا معنى هذا تحصل معنى، يعني تحصل المعنى في شيء بشرط واحد، إذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط. يعني إذا لم يكن التقوى فالله لا يقبل العمل،
والتقوى أين تكون؟ في الرأس؟ قلب. والقلب وشنو اللي أشو الأول ديال التقوى؟ وعليها مدار كل شيء، شناهي؟ هي النية. ها ياك؟ النية. النية هي منها كبان التقوى، من النية. بين تعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا مع الخلق. إذا أنا جيت نصلي ونمشي للجماع ونفرش وندير واحد البدا ونجي هكا باش نشوف واش الناس كيشوفوا فيا ولا لا. واش هاد الأعمال مقبول ولا ما مقبولش؟ ما مقبولش. شكون منكم اللي ذكرني بحديث ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحث على النية والصدق والتقوى في العمل؟ فضرب لنا مثلا العالم الذي يعمل ليراه الناس، وللمجاهد في نظر في زعمه الذي يقاتل ليقول الناس، وهل الذي يتصدق ليقول. شكون ذكرني بهذا الحديث؟ الله يجازيكم بخير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار رجل تعلم القرآن يؤتى به غدا يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: لما علمت هذا؟ فيقول: علمته يا رب وعلمته الناس. فيقول: لما؟ فيقول: لأجلك. فيقول الله عز وجل: كذبت، علمته وعلمته ليقال قارئ. وقد قيل فيأمر وقد قيل وقد قيل فيأمر الله سبحانه وتعالى به فيطرح في النار. ويأتى بالرجل المجاهد فيقول الله عز وجل: ألم أعطيك، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بالنعم. فيقول الله عز وجل: فيما جاهدت؟ فيقول: جاهدت فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل جاهدت ليقال، فقد قيل، فيطرح في النار. يكفي هذا. إذن تسعر به النار، أول ما تسعر به من النار، معناها تسعر تحمى بهم النار، تحمى بهم النار، تشعل بهم النار. السعير، لماذا سمي السعير سعيرا؟ صفة مبالغة من الحرارة، نعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها. فإذا الذي لا يقبل الله منه هو الذي لا تقوى في قلبه، والتقوى تبدأ من النية. جاهدت فيك يا ربي، قال: كذبت. قرأت فيك يا ربي وعلمت فيك، قال: كذبت. بذلت فيك يا ربي، كذبت. ولكن ليقال قيل، فيجر إلى النار. فإذا نبدأ باش؟ نبدأ بالنية. إنما يتقبل الله من المتقين، ونبدأ بالنية. إذا كان الصحابة كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل، يعني ما يهموش يبداو يكثروا من النوافل، ولكن رافضين لهم واش هاد النافل انا فيها صدق ولا ماشي في صدق. دائما يتهمون انفسهم رضي الله عنهم، دائما يتهمون انفسهم رضي الله عنهم. وينبغي ان نقلدهم في ذلك، وهذا لا ياتي من الخارج، ماشي نقول لك قلدهم، لا، حتى نشعروا بهم في قلوبنا. فكانوا يتهمون انفسهم بالنفاق. وعمر، وما أدراك ما عمر، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، ذلك الرجل، ذلك الطود الشامخ، الجبل الشامخ، يأتي إلى سيدنا، شكون هو اللي كيجي؟ اللي كيعرف المنافقين؟ حذيفة بن اليمان. فيقول له: بالله عليك يا حذيفة، هل أنا من المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان علمه المنافقين بأسمائهم. فيقول له: لا، ولا أستثني بعدك أحدا. كيقول له: انت لا ماشي منهم، ولكن بعد الاخرين ما نعرف. علاش؟ علاش يقول له ما نعرفش؟ علاش؟ ما بغاش الناس يغتروا. قول: انا شهد لي حذيفه بان ماشي منافق، وانا مخر مزيان مع سيدي ربي، عندي واحد الخبزه كبيره. فاذا كان الصحابه اشد اهتماما بقبول العمل منهم العملي منهم بالعملي.
فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. وكيف يقل عمل يتقبل؟ وكيف يقل عمل يتقبل؟ كيف يقل؟ إلى قبل الله تعالى هذاك المقصود صافي. صليت ركعتين قبلهم الله خير من صلي 100 ركعة وما قبلهاش الله تعالى. ولن فإنه لن يتقبل لن يقبل عمل إلا مع التقوى. وكيف يقل عمل يتقبل؟ كانوا بالله عالمين، صحابة رضي الله عنهم كانوا بالله عالمين، والعباد ناصحين، وفي حديث آخر قال سيدنا علي من نفس الإمام علي كانوا صحابة أنصح الناس، كانوا أنصح الناس وأعلمهم بالله وأعلمهم بالله وأشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله، وأشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. الدرس من هذا الوصف الأخير هو أن نعظم أهل القبلة المسلمين جميعا، وإياكم وإياكن أيتها الأخوات أن تزدروا بمسلمين مهما كان حاله، كيفما كان حاله، مسلم كيقول لا إله إلا الله لا نزدري به، يعني لا نحتقره ولا نذله ولا نكن له كراهية ولا نؤذيه، ولكن ننصحه بالتي هي أحسن. بقى واحد المسلم سكران طايح مسكين في القنت تقول هذا مفلس ضربه الله، لا، هذا أخ لي مبتل، وهذا أذكر به دائما. حي الله جماعة التبليغ، الإخوان من جماعة التبليغ، من جماعة التبليغ كانوا ولا يزالون أئمة في هذا الباب، يعمدون إلى الرجل يجدونه سكرانا فيحملونه إلى بيوتهم فيعرضون عليه عندما يفيق من السكر، سكران كيفيق من السكر وكيلقى راسو ناعس في البيت، فين كان في الزنقه مليوح. شوف هذه الكرامه، هذا شوف الدعوه كي دايره، هكذا تكون الدعوه الا فلا. دائما كنحبذ انا هذا الاسلوب، هذا لانه اسلوب نبوي. كيلقى راسو ناعس في الفراش ومغطي و الله اكبر، ما نصليو ان شاء الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. ثم نمضي فيما كنا فيه، وقلنا بأنه هادو الإخوان ديال التبليغيين كيجيبوا واحد الإنسان سكران، هذا نموذج ديال الرفق ديال الحنان والمحبة والعطف اللي خصها تكون بين المسلمين أجمعين، ماشي العنف. يا الله اش نديروا واش ما نديروا، يلا نغيروا منكر نمشيو نفرقوا في الدار البيضاء ونقتلوا الناس، واش فهمة هذه ولا جهالة هذه ولا؟ الناس خصهم ما مستعدينش يترباو ويسمعوا، لا، غير نجمعوا ثلاثة أربعة خمسة ولينا 30 ولا 100 ديال الناس راه نغيروا المنكر، اش نديروا؟ يلا قنبلة أنت وقنبلة أنا، وسير قتل نفسك غتموت شهيد، تموت تمشي لجهنم، تموت مع الشهداء ديال اليهود. قتلتي المسلمين علاش بغير حقين؟ نقول هذا نصحا للمسلمين، ونصحا لمن يريد أن ينتصح. وإذا هاد الناس قالوا حنا ضدهم، حنا ضدهم على طول الخط. علاش؟ لأنهم غادي في الطريق ديال الهلاك، نفوسهم أولا. رجال التبليغ كيلقاو سكيري كيجيبوه كينعسوه في الفراش، كيفيق الصباح. وأنا قلت كنت في الشارع مري في الزنقة، شكون دار لي هذا؟ هاي دعوة خير، هو اعترف بالجميل. كيقولوا أسيدي وتكلموا معاه بلطافة بالخير، اجي توضا، اجي اغتسل، ها المغسله، ها
ويديه ويعتني به ويجيب له شي كسوه نقيه ويقول له لباس ويقول له يلاه بسم الله اجي معنا للجامع نصليو. هو ما كيصليش ما غاديش يصلي ويقول له سكيري ما كتصليش يسير علينا. لا لا جي معنا نصليو في الجامع. داوها ربحوا صافي. وشحال ديال الناس ربحوهم بهذه الكيفيه هذه، ربحوهم معنا ربحوهم لاش نفوسهم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا. كيف يهدي الله برجل واحدا؟ هذا اسلوب ديال الدعوه بليغ. يا معالي رضي الله عنه كان يقول كانوا انصح الناس واعلمهم بالله واشد الناس حبا وتعظيما لحرمه اهل لا اله الا الله. ومن هنا انطلقنا باش تكلمنا على رجال التبليغ. رجال التبليغ يختلف معهم في واحده، وانسال الله عز وجل لهم اللطف في اخرى. في ماذا نختلف معهم؟ يقولوا هما السياسة ما ندخلوا لهاش، لا ندخلوا فيما لا يعني، ما يعنيناش. كنقول لهم هذا ندخل فيما يعنينا. تشوفوا المنكر الكبير هو السياسة، هو الناس اللي كيحكمونا، لا المنكر الكبير. قال لك احنا ما ندخلوش معاهم، علاش؟ لأنهم بدأت دعوتهم في الهند، وفي الهند هم أقلية، المسلمون أقلية. شحال اليوم يكونوا 80 مليون ل 100 مليون، والاخرين 90 مليار ولا 900 مليون. فاذا انت قليل ما كتدخل للسياسه، ما عندك ما دير فيها، لانه اغلبيه خصك تبدا تهيئ الواحد المستقبل. فهذه نختلفوا معهم فيها بالكل. الاخرى اللي نطلب الله لهم الرفق، بلغني انه هذه الدعوه التشدديه الوهابيه الحنبليه المتشدده بدات تغزوهم. الله يلطف بهم ساكن. بداو كيبتعدوا على هذا الرفق وكيمشيو لجهه العنف. طلبوا لهم الله في بعض الاحيان، في بعض الاماكن طلبوا لهم الله اللطف. و يصف رضي الله عنه وكرمه وسيدنا علي، يصف التابعين يقول كانوا بالصحابه مقتدين. كانوا بالصحابه مقتدين ولصعاليكهم مشبعين. ولصعاليكهم ما يمو صعاليك، عندنا في اللغه الدارجه الصعلوك هي نسبو شي واحد ما كذا شي، غير صعلوك. الصعلوك باللغه العربيه الفصحى هو الذي لا يملك شيئا، وفقير مسكين. ما كانت اللغه الدارجه كيدخلوا فيها شي كلمات كيعوجوها، بحال مثلا جاو فرانسيس كيخدموا الناس، كيخدموا الخدامه، كيقول لهم لي زوفري دخلنا الدارجه قلنا زوفري وفري خدام، وزوفري هو واحد مفلس. وكذلك صعلوك في اللغه باللغه العربيه ما عنده، ما كنقولوا هذا غير صعلوك يعني متسكع. ولصعالك مشبعين يصبحون شعثا غبرا صفرا، يصبحون شعثا غبرا صفرا. شنو هو شعثا؟ يعني ما مشاوش صباح المرايا والبانيو ويغسلوا ويصابوا الشعر ياك، ما يهتموش شي اهتمام بالغ للظهر ديالهم، لانهم باتوا كيصليوا ياك. وهذاك اللي بات في سكايري ولا بات في القهوه ولا الله يعفو على الجميع، خصو يمشي الشعر ديالو ويقعد مزيان. وديك اللي هي ما عندها سوق في راسها شنو دير؟ حتى هي تكون شعتها غبره هكذا؟ لا 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 لا. واذكركم بام الدرداء. ام الدرداء جاءها سيدنا سلمان الفارسي، وسيدنا سلمان الفارسي ينبغي أن نتعلم سيرته. كان يبحث عن الحقيقة حتى أصبح من أهل الإسلام المتقدم، حتى قال في رسول الله سلمان منا البيت. وأبو الدرداء قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكيم أمتي، حكيم أمتي هو سيدنا أبو الدرداء. إيوا سيدنا أبو الدرداء هو حكيم الأمة.
وسلمان الفارسي هو جا من فرس وهذا عربي. فقصتهما قصة سيدنا سلمان مع أبي الدرداء ينبغي أن تحفظها الأخوات. حافظينها ولا لا؟ شكون منكم اللي حافظ هذه القصة هذه؟ ما حافظينهاش. ونقولها لكم باختصار. ذهب كان بين سيدنا سلمان الفارسي وأبي الدرداء كان بينهما أخوة صداقة بجوج صحابة وكيتحبوا. فذهب سلمان سيدنا سلمان يبيت عند سيدنا أبي الدرداء شيبات عنه في داره. لقى أم الدرداء مبتذلة متبذلة، ماشي مبتذلة متبذلة، يعني مشروطة لابسة شي حوايج هكا وما ماشتا شعرها ما مزينة ما والو. قال لها مالك يا أم الدرداء مالك يا هاد الحالة هكا ومكسترة ما هي حالة مزيانة ماشي مزيانة، وانت مرأة مزوجة وعندك زوج ديالك وخصك تجمري له وخصك تلبسي مزيان وتكوني هكا وانت متبذلة. قالت له إن أخاك أبو الدرداء لا حاجة له بنا. قالت له خوك أبو الدرداء ما عنده حاجة بمراته أنا يهملها. فتاة كسرات متبذلة. فوضع له طعاما جا يكرم صاحبه سيدنا أبو الدرداء جاب الطعام سيدنا سلمان قال له تكل. قال له كل معايا. قال له انا صائم. قال له انا صائم لان ام الدرداء قالت له في الحديث بطوله قالت له في الليل كيقوم وفي النهار كيصوم ومراته ما عنده بها سوق يعني مشال. قال له كل. قال له لا انا صائم. قال له لا كل كلا. جاو ينعسوا في الليل. قال له انا نقوم الليل. قالوا نعس انعس نعس وبزمنه حتى قرب الوقت ديال قيام الليل وهو شحال ساعه ونص قبل الفجر ياك. هكذا اللي بغى يستقبل الله سبحانه وتعالى عندما يقول هل من سائلين فاعطيه وهل من مستغفرين هل من تائبين ساعه ونص قبل الفجر. هكذا اللي ما قدرش على الاقل ساعه قبل الفجر واللي خدام ومسكين ونعس ايوا لا قل واحد نص ساعه ولا حاجه خصو يقوم الليل شويه. فيقو صلى فقال له كلمه حكمه. سيدنا سلمان الفارسي كيقول كلمه الحكمه لحكيم الامه كيعلمو. شوف باش ولا سيدنا ابو الدرداء حكيم الامه عنده العقل وكيتعلم. فذهب يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سلمان قال كذا وكذا وكذا. قال صدق سلمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال شنو اللي قال سلمان؟ هذه سنة. شنو هي السنة؟ إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هو في رواية ولزورك عليك حقا، زورك لكي يزورك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عويمر. هذه السمية ديال سيدنا أبو الدرداء أبو إلى سمية سمعته أبو فلان ولا أم فلان هذا يسمى شكون يقول لي؟ كونيا هكذا. والاسم الشخصي عويمر. ولا قول سمية شلاقة مثلا فلان السجاد فلان العابد محمد العابد يعني معروف بانه كيعبد. شنو كتسمى هذا لقب؟ ولكن الله تعالى ولا تنابزوا بالالقاب. ما نسميوه شي سميه معوجه قال ما نسموه كلا كلا كذا المعوج ولا نقولوا شي لقب زويان شي كنيه مزيانه. فالكنيه هي سنه. قالوا يا عويمر سلمان افقه منك احسن منك. سلمان كيعرف اكثر منك. واش نبي صاحبي يحقروه؟ لا بغى ينبهو باش يكون عالم. شتا هو لانه ما كانش يعطي المراه حقها وما كان يكثر من عبادته ومن قيام الليل وصيام النهار ويهمل زوجته. فهذا ماشي دين ماشي سنه ماشي.
كانوا صحابة تابعين، كانوا بالصحابة مقتدين ولصحابة مشبعين. شنو مشبعين؟ كيأكلهم ويطعم الطعام هو من ماذا؟ من شعبي إيمان أو لا؟ يطعم الطعام. واشكون منكم يقول لي اللي قرأ كتاب منهاج النبوي ويقول لي خصلا ذكرنا إطعام الطعام؟ إيوا يلا نشوف شي أخت تكلم وأقول الأخوات شار منهاج النبوي يقرأ حد حول ولا قوة إلا بالله. إنه كيجيكم الناس كيقول لكم هذاك منهاج النبوي ما أنزل الله به، خليوا عليكم هذاك الشيء، قرأوا البخاري وقرأوا مسلم. هذاك ما بغيتو سنة النبي من هذا النبي اقرا البخاري. يا سيدي انا ما كنعرفش غير العربية، ونقرا الإمام البخاري ما نعرفش منين نبدا ومنين ننتهي، واشنو هو الأهم واشنو هو المهم. فهذا المنهاج هو غير كيوريني كي ندير كيفاش نتعلم الدين ديالي. وربما هذه الهجمات ديال بعض الناس طغات عليكم، مازال ما كنتسنى الجواب. في خصلاتي ولا خصلاتي؟ خصلة هكذا في خصلات البذل، ومع كم من شعبة؟ شكون يقول لي شحال من شعبة في خصلات البذل؟ شحال؟ الله أعلم ما عرفناش. باش نقول لكم بأنه الجماعة ديالنا تكثروا عددا والحمد لله رب العالمين، تكثروا عددا وهذا نحمد الله عليه. هذا كيقول واذكروا، كيقول اذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتنا. شعيب يقول اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فإذا البذل العطاء، ويطعمون صعاليكهم يشبعونهم يعطيو يطعم الطعام. أشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ شكون يقول لي في حديث واحد؟ يلا ويطعم الطعام ويفشى السلام وصلاة الناس يمالهم هادو تدخلوا الجنة بسلام. شنو الأول ديال الحديث؟ أطعموا الطعام أفشوا السلام، هي الأولى أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والأولى هي أفشوا السلام، والسلام نفشيه ومن معنى نفشيه ننشره فين؟ في بيتنا. أحسنوا رحمكم الله إلى أزواجكم، رأى الذي لا يحسن إلى زوجه هذا رجل لا يحب أن يكون محبوبا عند الله عز وجل، لأنه لا يحب أن يكون من حسن الأخلاق. والتي لا تحسن إلى زوجها هذه لا تريد أن تكون ممن يحبهن الله عز وجل. لا إله إلا الله. يصبحون شعثا غبرا صفرا. يعني كيصليو وربما هادو من الناس ديال الصفه، الناس اللي ما عندهم شغل، ما عندهم عيالات، ما مزوجين، ما والو، كيعبدوا الليل كله. بين اعينهم مثل ركاب المعزى، بين اعينهم مثل ركاب المعزى. معنى هذا نقولوا حنا بالعربيه ديالنا الدارجه، طابع ديال الصلاه ياك في الجبهه ديالو كنسميو طابع ديال الصلاه ولا شنو نسميو؟ طابع الصلاه. شي وحدين كيتعمدوا كيمشيو باش يديروا شي حاجه هكا يحكوها، اعوذ بالله، باش يقول الناس كيصليو كيمشي في الليل كيصلي. يبان في هذاك الشيء واخا ولا ما بانش شيء، ما من قبل كان هذا الشيء ممكن. علاش؟ لأنه كيصليو فاش؟ في الأرض، في التراب، الحجر، الحصى. فما حنا كنصليو في الزربية والشوش من قبل منا، كانوا الناس يمشيو للجامع فيه الحصيرة، الحصيرة قاصحة كدير الأثر، الحصيرة مفرشة. بين أعينهم مثل ركاب المعزى، يعني ذاك الشيء قصاح. باتوا يتلون كتاب الله يميلون يتمايلون، باتوا يتلون كتاب الله يتمايلون.
يا يسوع نفسه اطمئنك ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.